عايزه اروح معاك لنقطه تانية، ان في ناس كتيره كانت معلقه على الموضوع ده. يعني كنت بقرا، ببص، احب ابص على تويتر سريعا كده في اي فاصل بناخده يعني. فناس كتيره متكلمه عن قصه النني ومحمد صلاح وغيره، اللي احنا الخبر لسه كان معانا من دقائق. يعني اي قصه نجاح كريم، ده اللي انا اكتشفته بقى، اي قصه نجاح لاي شخص، بالذات لو شخص طبعا بينتمي للبلد اللي انت بتنتمي ليها او شخص انت بتحبه اصلا، بيبقى حاجه ملهمه ليك يعني بجد والله، بيدي امل. تيجي تتكلم كده تحديدا، لو هرجع تاني لموضوع صلاح والنني، لا بجد صلاح والنني ليهم انطباع مختلف، ليهم انطباع خاص. لان ليه بقى؟ الاثنين بداوا في ظروف تقريبا برضو صعبه، وبعد كده انضموا الاثنين في رحله احترافيه، والاثنين ابدعوا، سواء هنا طبعا بازل السويسري، او انت بتتكلم برضو عن يعني ليفربول او غيره. لا بس انت بتتكلم في اثنين كانوا برضو بادين مع بعض في المقاولون العرب، حاجه برضو يعني اعتقد مختلفه، ان انا يبقى عندي زميل معايا بدا قصه الكفاح برضو من الاول، واحنا الاثنين نجحنا، واحنا الاثنين تألقنا، واحنا الاثنين قدرنا نخلي العالم كله يعني يتسلط علينا. انا اعتقد ان دي قصه ملهمه، انا اعتقد ان دي حاجه ممكن ان احنا لما تجيلنا لحظات الياس دي، لان كلنا بتجيلنا لحظات ياس في حياتنا، بتقعد مع نفسك كده، تقعد بقى تقول هو انا عملت ايه في حياتي؟ انا بتحصل لي كتير، انا عملت ايه؟ طب انا عايز اعمل ايه؟ طب لسه عايز احقق ايه؟ طب انا في سني ده كفايه ولا لسه؟ كل الكلام ده اوقات كتيره بنقعد مع نفسنا نساله، يعني هل انا كده عملت مثلا عمرك 30، عمرك 40، عمرك 50، هل انا في السن ده حققت اللي انا مفروض اكون بعمله في السن ده ولا لا؟ يعني الواحد بيقعد مع نفسه كده، واوقات بتقول انا مش قادر اعمل اي حاجه، انا ما اقدرش ان انا احقق اكتر من اللي حققته. اللحظات بتبقى كده مختلفه يا كريم، بس دي بقى حاجات، ده اللي بيخلي الوصف اللي انت وصفتيه للقصتين دول، قصه محمد صلاح وقصه النني، وصف دقيق جدا، ملهمة. صحيح. هي قصة ملهمة، وتدي كل واحد فينا رسالة وإشارة صريحة ما فيهاش مساحة لللبس، إنك تقدر لو أنت عندك نفس القدر من الإصرار هتقدر، لو عندك نفس القدر من المثابرة والكفاح هتقدر، بدليل إن غيرك وصل أهو. ودي كانت حاجة يعني ما يتخيلهاش يعني اي بني ادم هم نفسهم ممكن ما كانوش يتخيلوها. أكيد. يعني انت فاهم ازاي؟ بس الفكره ان ما فيش حد ناجح، دي لازم احنا نبقى فاهمينها. انت لو بصيت في يعني حياه اي انسان، تقريبا 95% من الناس الناجحه والمليارديرات في العالم، في العالم مش كان في مصر، في العالم، هتلاقي ان هم قصه كفاح. يعني هتلاقي ان الموضوع كان بداياته صعبه، الناس دي ما كانتش طبعاً مرفهه من طبعاً الاول، الناس دي طبعاً عملت نفسها بنفسها. وبالمناسبه انا بحب ده جدا، انا بالنسبه لي ده بيبقى نجاح دبل، ان انت مش موجود في اسره اصلا تقدر ان هي تدعمك بشكل كبير، سواء مادي او معنوي او غيره، بس انت صنعت ده بايدك، ده والتحديات والناس اللي كانت بتعرقلك والناس اللي ما وثقتش فيك والناس اللي كانت بتنتقدك والناس اللي كانت بتشكك فيك، كل ده زي ما نقول من نحيه جانبا، بنبص لنفسنا بس، انا عارف انا مين وانا هوصل لسه لايه. فبجد يعني نموذجين بس حبينا ان احنا نعدي عليهم النهارده من نجومنا اللي مشرفينا في العالم كله، النني ومحمد صلاح، يعني لعل وعسى احنا كمان ناخدها كقدوه بجد والله. اكيد.